عودة مشاهدينا لمتابعة فقرتنا جريدة اليوم بهالأثناء. بهالفقرة بصيرنا نستضيف معنا بالاستوديو دكتور روكي مهنا، مسؤول المكتب التربوي بالتيار الوطني الحر. عم بضحك، مش معودين عليك دكتور روكي مهنا، مسؤول القطاع التربوي المكتب التربوي، معودين عليك رفيق النضال. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور، كيف تمام؟ اليوم رح نحكي عن انتخابات نقابة المعلمين، إضافة للجولة رح أعملها مثل العادة على عناوين الصحف. كيف التحضيرات؟ أول شيء بدي أوجه تحية للجيش اللبناني، والله يكون معهم ويحفظهم. وعن جد اليوم كنا حابين نسمع أخبار سارة صباحا، أكيد. سمعنا أخبار سيئة، بس بكل الحالات الله يحفظهم، الله يكون معهم. هلا هي لها وجهين، سارة باستمرار الجيش بمكافحة الإرهاب وكل هالتنظيمات الموجودة تنظيف المنطقة منهم، والسيئة ما يعني إن شاء الله ما يكون في سقوط. يعني هلا المعلومات الأولية لا هلا ما في أكثر. كنا عم نحكي، بدنا نحكي معك ونفتح ملف انتخابات نقابة المعلمين بالمدارس الخاصة تحديدا. السنة يبدو نقيب نعمة محفوظ في مواجهة له على عكس السنوات السابقة. نحن من 4 سنين بال 2013 كان عندنا مرشح للانتخابات بالنقابة المعلمين، وكنا كتيار وطني حر معنيين بالنقيب، وترشحنا وخضنا انتخابات ضد النقيب وما توفقنا. نحن هلا قمنا بمفاوضات وباتصالات واسعة مع الأحزاب والنقابيين الموجودين معنا من محفوظ بالوقت الحالي. ونحن وصلنا لتفاهم بالمبدأ، امبارح طلع الدخان الأبيض، وقدرنا توافقنا على نقيب من التيار الوطني الحر يلي هو رودولف عبود، يلي كان مرشح من 4 سنين ضد النقيب الحالي نعمة محفوظ. وهيدي شوي في تسويق إعلامي شوي خاطئ، أنه الأحزاب كلها متفقة حول إقالة النقيب الحالي. ما نحن ما نقول شغلة، لا هلأ اللي وصلوه للنقيب نعمة محفوظ ما هن الأحزاب، مين وصلوا للنقيب؟ وهلأ الموجودين معه بالنقابة الحالية هن الأحزاب يلي نحن هلأ متحالفين معه، لأنه مكونات الوطن معروفة أنه هن الأحزاب الحاليين. ونحن عم نشتغل أو عم نتوجه بشكل نقابي، يعني عم ينحط صورة أنه مثل هو الضحية، أنه والله الأحزاب متحالفة وبدها تشيله. لا، نحن عنا رؤية جديدة غير الرؤية الموجودة الحالية. ونحن كمان مع التغيير، مش الأحادية والشخصنة. بالنهاية النقيب هو مشروع، مش هو شخص، والنقابة هي مشروع. يعني اليوم عم ينحط الموضوع أنه والله بس أنه النقيب محفوظ، ما له 12 سنة قاعد بالنقابة، يترك دور لغيره كمان، خدم عسكريته وكتر خيره وعطل النقابة، بس ما في كمان دور لغيره. وبالنهاية أنه يا أنا يا ما حدا، لا ما فينا نتصرف هيك. تاني شيء، نحن حق مكتسب لنا يكون عندنا مرشح من التيار الوطني الحر، ونحن ما غيرنا، ما جينا عم نعرض شيء ما كنا عم نخوضه قبل، وعندنا رؤية واتفقنا نحن ونقابيين ونحن والأحزاب على رؤية مشتركة ضمن موضوع السلسلة، موضوع الصندوق، موضوع صندوق التعويضات، التعاضد، الشيخوخة، هودي الأمور متفق عليهم. ونحن بالموضوع العام اليوم عم ينقال انكم عم تلغوا النقيب الحالي، انه الاحزاب تكتلت بمطرح بوجهه. ايه بس هو بطل، يعني كان تنكون كثير واضحين، هو كان ياخذ دعم تيار المستقبل سابقا، اليوم تيار المستقبل الى جانبكم بهيدي المعركه. مزبوط. صحيح، لانه في توافق كبير على صعيد النقابات كلها بلشنا فيها بدءا من التعليم الثانوي، وهذا الموضوع مستمر. ونحن والتيار المستقبل والقوات اللبنانيه وتيار المردة وحركة أمل وحزب الله، نحن متوجهين لتحالف أو لتوافق حول لائحة مشتركة من النقابيين. أكيد الناس المرشحين هن نقابيين ينتمون إلى حزب، إلى أحزاب، وهذا منفتخر فيه أنه نحن الأحزاب منكون داعمين للموقف النقابي، مش نحن منكون وصيين على هالموقف تبعهم. ونحن تركينهم الحرية الكاملة بخوض أي شيء وأي رؤية تربوية أو نقابية بالقوة مناسبة. ونحن من هالمنطلق بس بدي وجه تحية لكل الأحزاب اللي كانت متعاونة بهالموضوع، لأنه السلوغون الأساسي يلي هو موضوع السلسلة وموضوع الأساسي وموضوع الصناديق وكلها هيدي هي
استمرار للشيء اللي بلش قبل، مش الحديث اللي عم ينحكى والله جايين الاحزاب يلغوا موضوع السلسله او صح. يلغوا اي شيء معين، لا ما حدا يزيد علينا بهالموضوع. واذا القصه هي بقصه شخص، حتى نحن تواصلنا مع النائب نعمه محفوظ وكنا واضحين من اول الطريق وقلنا له نحن عندنا مرشح للتيار الوطني الحر ونحن حقنا يكون عندنا مرشحين ونحن ما غيرنا الاداء تبعنا، نحن كمان كنا بالسابق عم نترشح وهلا كل الخبريه انه صار في توافق نحن والاحزاب على انه صار في دور اليوم فعال للنائب وحق اليوم التيار يكون عنده نائب، وهذا الشيء اللي اتفقنا عليه نحن بالمفاوضات امبارح واللي طلع نتيجتها الدخان الابيض. برايك رايحين لمواجهه ام انه تكتل الاحزاب وتضامنها بوجه يلي يعني لا يكون في عندهم لائحه قويه بتحسم فينا نقول المعركه؟ هلا نحن بدنا نقول شغله، نحن بعد منتظرين للصراحه موقف المقاصد والجماعه الاسلاميه لانه تيكون اذا بدك هامش التوافق واسع اوكي ونكون شاملين كل العالم بدون اي استثناءات. الجواب بالمبدا انه اليوم مفروض يجاوبوا، واذا جاوبوا بفتكر انه كل المكونات بتكون موجوده ومجتمع الحاليين واللي كانوا برا. هلا في حال حب النائب نعمه يكمل لحاله ما عندنا اي مشكله، نحن بنخوض انتخابات ديمقراطيه واللي بيربح بيربح، بالنهايه نحن عم نعمل قناعه ومقتنعين انه التغيير واجب والنائب ما بضل انه بشخصني انه والله انا يا انا يا ما حدا، واذا عم نتهم انه نحن تكتل احزاب ما هو الاحزاب اللي وصلوه صحيح. اوكي وبالنهايه النائب هي مش احتكار لفريق يساري او قوى يساريه، بس بالنهايه كان مدعوم من التيار المستقبل، التيار المستقبل اخذ خيار اليوم يكون معنا اوكي، يعني ما تغير شيء بالموقف السياسي، والاحزاب اللي كانت موجوده معه جوا اوكي موجوده معنا هلا. يعني النقطه اللي عم بيحكوكم فيها اليوم عم بيقولوا انه عم بتفوتوا السياسه على النقابه تتخربوها مردوده، لانه اصلا السياسه موجوده 100% موجود، القوات اللبنانيه هلا موجود، حركه امل موجود، حزب الله معه موجود، تيار المستقبل موجود، الجماعه موجود، المقاصد موجودين كلهم هلا. في شي مره صار انتخابات نقابه بحي الله مطرح ما قلنا ليستا مدعومه من تيار او حزب الفلاني او الحزب، يعني ما دائما بتصير هيدي الامور على هاد الطريقه. هيدي بالعكس نحن الاحزاب بنكون داعمين للموقف النقابي، وبالعكس شو بعوزوا منا نحن بنكون قدامهم بهالموضوع، شو بعوزوا نحن بنعمل لينك مع القيادات تبعنا حول تسهيل الموقف النقابي والمطالب تبعهم النقابيه اللي بيردوها. نعمل جولة على الصحف، نبدأها مع صحيفة الأخبار اللي عنوانت واشنطن تريد ترسيم الحدود ولبنان مصر على الرعاية الأممية. بري لا تنقيب في فلسطين قبل لبنان، ما بقي من الموصل حرا. ومنتابع مع صحيفة الجمهورية امتحان نيات جديد الأسبوع المقبل، معقول تكون هيدي كمان امتحان الأسبوع المقبل الأحد الانتخابات نقابة المعلمين، والبعض اليوم عم يسأل إنه شو المانع تتكرر تجربة نقابة المهندسين بنقابة المعلمين؟ كمان هوني كانت على أساس الأحزاب متكتلة بوجه ما يسمى مجتمع مدني أو المرشحين المستقلين وخسر مرشح الأحزاب، معقول تتكرر هذه التجربة يوم الأحد؟ أكيد لا، لأنه نحن وقت قعدنا على الطاولة كان في وضوح وشفافية كاملة من قبل كل القوى السياسية أنه متجهين كلنا سوا حول اتفاق وتفاهم، وبالنهاية الموضوع التربوي شوي إذا بدك بعيد شوي عن الموضوع المهندسين والنقابيين. نحن بالشق التربوي خدنا ثلاث مراحل انتخابية هلأ سوا تقريبا كقوة سياسية وما صار في أي خلل بهالموضوع، وبالمبدأ نحن متوجهين لنفس الطريقة، يعني ما في أي مشكلة سوا. أيضا بعناوين صحيفة الجمهورية دولة الخلافة تتهاوى. نوصل لعناوين صحيفة المستقبل، العراق سقوط دولة الخرافة، وأيضا العقوبات الأمريكية قبل نهاية تموز لا استهداف للبنان، الصيغة النهائية لمشروع القانون تخلو من أي إشارة إلى حركة أمل، البروفي نسبة نجاح مرتفعة والنيران الابتهاج تقتل وتحرق للأسف. يعني السعودية محاولات للإضرار بعلاقتنا المميزة بروسيا، واشنطن إيران أشعلت حربا طائفية لإضعاف الحرب،
والدوحة تعمل مع واشنطن والكويت للرد على قائمة المطالب. البلد: الأمن المتفلت يمتحن العهد لا أغطية سياسية، وبالعنوان الرئيسي الموصل تتنفس. في العناوين الإقليمية للصحيفة: روسيا نأمل أن تصغي أمريكا إلى تحذيراتنا بشأن سوريا، واليمن يعلن الطوارئ في 4 محافظات. كنت حكيت عن رؤيتكم بالنسبة لموضوع السلسلة وبالنسبة لموضوع الصناديق. يمكن اللي بهم الناس أكتر شيء واللي بهم المعلمين هو موضوع السلسلة. صحيح أنه الأحزاب بدها تشيل نعمة محفوظ لأنه ما بدها السلسلة تتنحط على جنب؟ مش مزبوط هذا الحديث، لأنه كل الأحزاب متفاهمة أنه موضوع السلسلة هو أساسي، ونحن تنكون واقعيين. السلسلة أمر واقع، وعين الرئيس بري ب 15 الشهر نقطة أساسية، وموضوعه موضوع السلسلة. بقى هذا الشيء صار أمر محكم، بقى المزايدة بموضوع السلسلة صار أكثر موضوع إعلامي مش أكثر من هيك، لأنه كلنا رايحين على الموضوع، وصار في اتفاق من الأحزاب كلها سوا أنه هذا واجب وطني لازم ينعطى، وحقوق لكل العسكريين والأساتذة. أنا اللي بدي أقوله أنه باثنين الشهر هي الدورة الأولى، يعني هيدا الأحد ما في يعني انتخابات، هيدي عادة الدورة الأولى هيك بتكون بالشكل. الانتخابات الحقيقية هي بتسعة الشهر، يعني الأحد اللي جاي. بطلب من كل الأساتذة ينزلوا يعبروا عن موقفهم بقلب السندية، يعني ما يقللوا خصية أنه نهار الأحد والله في تفاهم الأحزاب ويلا، لا، لازم الكل ينزل يعبر عن موقفه، لأنه نحن عن جد عن جد عنا رؤية وعنا مشروع نقابة ومشروع تربوي كبير رح يعلنوا عنه الليحة نهار السبت بمؤتمر صحافي. مبدئيا نهار السبت رح يعينوا الشباب، ورح نعلن عن المواقف كلها سوا ضمن موضوع السلسلة والصناديق وبشكل واضح، وعدم المزايدة الإعلامية أنه والله جاي الأحزاب تتكتل. لا، بالنهاية هذا المجتمع مكون من أحزاب شئنا أم أبينا، بس الأحزاب ما بتجي بتهيمن على الدور النقابي، لأنه إذا شفنا مثلا هلأ بالتعليم السنوي صار في تفاهم لكل الأحزاب، أوكي، وعملنا لائحة توافقية ويحو التعليم السنوي عم بيشتغل وكان مناضل وكانوا عملوا اعتصامات وكل شيء لا موضوع السلسلة، وكانوا بالنقين ولا مرة تدخل أي حزب من الأحزاب لا بمشروعهم أو بأي تظاهرة أو بأي اعتصام قاموا فيه للمطالب تبعهم بالمواضيع التربوية. بقى في تجربة هلا بالتعليم السنوي بتوافق الأحزاب أنه الأحزاب ما تدخلت ولا أقمعت ولا تدخلت بهالموضوع، وهذه تجربة سابقة هلا من فترة صارت بموضوع السلسلة. عم تحكي عن مقاربة جديدة، شفنا سنوات من المطالبة بالسلسلة للأسف ما ودت لنتيجة. اليوم شو الخطوات الجديدة أو المقاربة الجديدة اللي رح تعملوها تيكون في سلسلة للأساتذة؟ أنا بدي أقول لك شغلة وبصراحة وما تتاخد بشي، آخر فترة وقت تتحركوا بالسلسلة القطاع السنوي، القطاع الخاص وين كان؟ النائب نائب محفوظ وين كان؟ كان ساكت كل الوقت. نائب النفس كان ساكت. شو السبب السكوت؟ نحكى عن ضغوط سياسية عليه. هل يا ترى ضغوط؟ هل يا ترى عم بيساير المدارس كرمال يرجع يجدد؟ في نقطة استفهام، قبل كان معلى السقف بشكل عالي، آخر فترة سكت ولا كلمة. معناتها النقيب الحالي، أوكي، في نقط استفهام عليه كتير، وأنا بالقطاع الخاص عندي نقط استفهام عليه، أنه قبل كان عم بعلي السقف وهلأ سكت بآخر فترة. بقى ما يزيدوا علينا بموضوع السلسلة، ما يزيدوا علينا بموضوع أنه هن بالشارع. هلأ امبارح كان في لقاء له حضرته على الإعلام، أنه عم بيزيد موضوع السلسلة وبدنا نعمل. وين كنت في نزلة على الشارع؟ إيه في نزلة. وين ليه ما نزلت امبارح على الشارع وقت نزلوا الثانوي وقت نزلوا المهنة؟ وين كنت؟ وين كنت مختفي؟ ولا حس نهائيا. بقى ما عليه ما يزيدوا علينا بهالنقطة هيدي. وفي أدلة هلا بآخر فترة بتصير الشكوك حول موضوع الضغوط السياسية اللي صارت عليه، أو حول موضوع مسيرة مدارس معينة حول موضوع السلسلة. خلينا ساكتين أحسن، في أمور مش حابين نكشف عليها، استغلال هالنقطة حاليا. لا أنا مش حابب أكشف عن معلومات عندي إياها، ما حدا يزيد، بس ما يجرونا لنفضحها يعني. ومنتابع بعناوين الشرق: الاستثمار الأوروبي يوقع اتفاقية تمويل مع 3 مصارف لبنانية، اهتمام رئاسي بالأمن المتفلت ولا غطاء سياسيا على أحد، المشنوق الكلام عن استقبال حشود لا نقبل به، القوات والمردة حاصبان اليوم في بنشعي.
لافتة جدا اليوم، عنده زيارة على مستشفيات الشمال، بس لافتة زيارته لبنشعة من بعد هاللقاء الثنائي إذا فينا نقول، دردشة على هامش لقاء بعده بين رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس تيار المرضى النائب سليمان فرنجية. كانوا جيران على الطاولة. أكيد نحن منرحب، بس كمان يلتفت شوي صغير الوزير حزباني لمستشفى البوار بيكون أفضل كمان، لأنه في مخالفات كتير. يعني أنا ابن المنطقة وبعرف هونيك أحال على التفتيش هلأ، بس أنه مستغرب كان التوقيت، يعني قبل ما نرد المجلس القديم كان مفترض إحالة للتفتيش، وبعد ما كبرت إعلاميا كمان صار في تحرك. ماشي. الموصل انهيار داعش في ذكرى انطلاق الخلافة. تركيا تستعد لعملية برية جديدة في سوريا. مقتل 100 من قوات النظام في القنيطرة. بريطانيا ترفض شراء الريال القطري. وجاء دور الخاتم الذكي. وبالعناوين أيضا معركة المصارف على المنخار كمان هون اليوم الانتخابات لأن هون المعركة كمان بانتظار نتيجتها. وبعتقد صارت الأمور يعني تغيرت، هي الجديد أنه صار في انتخابات كمان، يعني هيدا الشيء الإيجابي الأول. نجيب ميقاتي دعم النظام السوري ودعم النظام السوري ومول الشبيحة. حلو هيدا برسم الصحيفة والتفاصيل بالصفحة 6. وأيضا نجاح البروفي 81.78%، فمن هم الأوائل؟ وهيدا لين العريضة يلي هي الأولى من إلا مبروك مرة تانية. أكيد مبروك. تلميذك اللي قبل شو كان وضعهم؟ أنا تلميذي هلأ بعد ما طلعت نتيجهم بعد هلأ تلميذ البروفي هودي، يعني من قلهم مبروك، وهي أول سنة نسبة النجاح عالية. هيدي مش معناتها أنه الامتحانات كانت أهيئة سهلة، هيدا معناتها أنه المستوى عم يتحسن العلمي، وهذا شيء بيتم التفاؤل فيه، لأنه بالفعل عم نشوف أنه الشغل على الصعيد التربوي عم بيتقدم أكتر وأكتر. قبل ما نتابع العناوين رح ننتقل لمراسلنا بالبقاع الشمالي بلال الموسوي. صباح الخير بلال. صباح النور. يعني أكيد عم نتابع من الصباح الباكر العملية النوعية اللي عم بقوم فيها فوج المجوقة للجيش اللبناني، وكل التفاصيل أكيد كنا ذكرناها تباعا، ولكن تضاربت المعلومات اللي عندك حول ما يحدث في عرسال. نعم، يعني فجر إرهابي نفسه بحزام ناسف في مخيم النور في وادي عطا شرق عرسال خلال مداهمة فجر اليوم لفوج المجوقة في الجيش اللبناني، ما أدى إلى إصابة عسكريين بجروح متوسطة، نقلوا بواسطة طوافات الجيش إلى مستشفيات المنطقة، كما تم تفجير وتفكيك 4 طابوات ناسفة من قبل الخبير العسكري في الجيش اللبناني، كانت مزروعة على شكل تشريكة قرب المخيم لاستهداف الجيش، إلا أن أحد من العسكريين لم يصب بأذى. جاءت المداهمة فجرا على خلفية قيام أحد الإرهابيين السوريين المدعو رعد العموري بخطف أحد اللبنانيين من الفليطي من داخل بلدة عرسال ونقله إلى مخيم النور الشرقي البلدة. وكانت مديرية مخابرات الجيش اللبناني قد أوقفت ليلا أحد الإرهابيين الخطرين السوري خالد أحمد دياب خلال اشتباك جرى بينه وبين الدورية المداهمة بينما كان يتجول على متن دراجة نارية داخل عرسال، ما أدى إلى إصابته بفخذه، وهو أحد المشاركين في قتل المقدم في الجيش نور الدين الجمل خلال الهجوم التكفيري الذي استهدف مركز الجيش قرب مهنية عرسال في آب عام 2014. حاليا تشهد مخيمات بلدة عرسال يعني في هذه الأثناء مداهمات غير مسبوقة، من بينها مخيم أبو طائية والقارية والنور. نعم بلال، تفجير انتحاري واحد ولا أكثر؟ لأنه ضربت المعلومات بهذا الموضوع وصار في توقيفات بطبيعة الحال بين النازحين، صحيح؟ يعني هي في الواقع يعني خلال المداهمات كما ذكرت تضاربت المعلومات بين أن يكون انتحاري قد فجر نفسه داخل المخيم وبين رمي إرهابيين قنابل باتجاه قوة الجيش المداهمة، ما أدى إلى جرح العسكريين. يعني ولكن على الأرجح أن هناك عملية انتحارية ما حصلت. يعني تأكدت يمكن عملية واحدة، وكل المعلومات أنه في أكثر من انتحاري، أكيد العملية مستمرة، وكل التفاصيل إذا كان في شيء جديد بنرجع لك. شكرا لك مراسلنا بلال الموسوي. يعني إن شاء الله كل شيء بيتم على خير، ما بنقول غير هيك. منتابع مع الأنوار.
رصاص نتائج البروفي يوقع الضحايا في تحدي لنداءات الدولة. بغداد تعلن سقوط دويلة داعش بعد تحرير منطقة المسجد في الموصل. قوات المعارضة تقفل آخر منفذ للرقة. وأيضا واشنطن تبدأ تنفيذ إجراءات جديدة لدخول مواطني ستة دول. وسائق يقتحم بسيارته القصر الرئاسي في البرازيل. شو قصة هالسيارات؟ شو قصة هالسيارات والاقتحام؟ يعني صايرين كله عم بينفذ هواية مثلا الرالي إذا بدنا نقول، والدهس والمو بعرف، يعني موضة ديرجي صارت للسيارات. عناوين الديار جاءت كالتالي: مصدر عسكري للديار: برنامج المساعدات الأمريكية يسير وفقا للمخطط المرسوم. تخفيض موازنة المساعدات الخارجية الأمريكية لعام 2018 لا يشمل الجيش والمساعدات الأمريكية ساهمت بالإنجازات ضد الإرهابيين ومدرعات البرادلي قريبا، ما أعرف إذا لفظتها صح، سباق على الحدود الشرقية، محاولات تدويل لفرملة الحسم، تحالفات انتخابية على القطعة، وحماس في بيروت ترانزيت. نهاية داعش وسقوط دولة البغدادي في العراق. الموصل حرة بعد 8 أشهر على معركة قادمون يا نينوى، ومعركة حامية في انتخابات المصارف اللي عم بتصير للمرة الأولى من 23 سنة اليوم بين المرشحين طربي وصفير. بس في شيء مهم أفايتي. شو هو؟ لكل المعجبين معجبات صح، ليونيل ميسي يدخل القفص الذهبي اليوم، فما تبكوا كتير. ألف مبروك. والحكى كتير عن قائمة المدعوين ونعمل مقالات ومقالات عن عرس ميسي، يعني الله يوفق. ومنتابع مع آخر صحف معنا لليوم: البناء اللي عنونت بدورة الردع الروسي يبدد التهديد الأمريكي، ونهاية داعش في الموصل تخلط الأوراق. هأرتس الضغط على حماس لتسمية دحلان لحكومة غزة بدعم مصري إماراتي. الموت المجاني يشغل اللبنانيين. تركيا متهمة بوحدة قبرص وبالنايف في الإقامة الجبرية. بتسعة تموز فازا نرجع منذكر موعد الانتخابات. إذا بدك توجه رسالة للأساتذة، تحديدا الأساتذة اللي هن منن بأحزاب، هن مستقلين ما بينتموا لأي حزب، ليش لازم يتوجهوا تينتخبوا الليحة اللي ألفتوها كأحزاب؟ نحن بدي وجه أول شيء بدي وجه رسالة لكل الأساتذة المحزبين والمؤيدين والمستقلين بأحزابنا وغير أحزابنا، أنه في ضرورة ينزلوا يقترعوا ويعبروا عن موقفهم بغض النظر إذا كان معنا أو مش معنا، لأنه هيدا واجب تربوي وواجب وطني. وموضوع السلسلة وموضوع الصناديق بدي أرجع ضوي أنه هيدا الموضوع متبنيينه أكتر ما كانوا متبنيينه السابقين، وما يكون في أي لغط إعلامي أو أي نوع من رؤية تانية وشويش حدا يقول لكم أنه والله جايين الأحزاب يلغوا موضوع السلسلة والسندي. نحن بالعكس، نحن بالأمام قدام هالشباب النازلة جديدة بدنا نعمل تغيير جذري في أكيد سلسلة مواضيع تربوية طرحينها. كمان الشباب بكرة بعبروا عنا بالمؤتمر الصحافي، وإن شاء الله خير بتسعة تموز يطلع كمان الدخان الأبيض ويكون في تغيير جذري وتغيير نوعي، وما يكون عطول والله أنه النائب شخص واحد يقعد 12 و16، يعني هلأ هو 12 سنة وبعد 4 سنين 16 سنة، يتركوا دور لغيرهم كمان هالنائبيين ويتركوا للتجدد والدم جديد. نحن كتيار وطني حر فوتين دم جديد كمان، وحابين كمان يكون في مشاركة من الناس الجون كمان يتمرسوا بهالشي ويشتغلوا بالشكل النقابة، والله يعطيهم العافية جميعا. وما منقول غير كمان الله يوفقهم كلهم بتسعة الشهر، يعني مين ما يكون تتوقعوا مشاركة كثيفة؟ منتمنى مشاركة كثيفة، وما يقللوا خاصية أنه نهار الأحد والله بدنا نكون على البحر أو نكون بالجبل، وكمان أنه والله أنه هيدي لائحة توافق أنه والله ربحيني. لا بالعكس، الكل لازم ينزل يشارك ويعبر عن موقفه. نحن عم نحكي عن 15,000 مقترع تحت تقريبا. صح، 15,000 مقترع. أكيد هلأ نسبة المشاركة ولا مرة تخطت 60-70%، بس أنه بالمبدأ لازم ما تكون تحت 50%. نوصل للكاريكاتير ختام الصحف وصحيفة الجمهورية. أنطوان غانم: ابتهاج النجاح بشهادة البروفي أوقع قتيلا. شهادة نجاح مقابلة شهادة وفاة للأسف. وكان تحذير مبارح كتير، وخاصة حملة قوى الأمن اللي أطلقتها أنه ما تخلي شهادة النجاح
يكون في مقابلة شهادة وفاة شخص تاني. فكان الكاريكاتير من إطار اللي صار مبارح. أما الشرق نحن حزب المؤسسات. سامي الجميل هيك عم بيقول بيقول له الوزير باسيل وين؟ إن شاء الله نشوفه. هي يبدو في بيان طالع عن الجيش بيقولوا فيه انه انتحاريون يعني اكثر من انتحاري فجروا انفسهم خلال مداهمات بمخيمين بعرسال. عم جرب فوت على البيان الكامل بركي بعد شوي بيمشي الحال بالنسبه للانترنت بهذا الموضوع ومنوفيكم مشاهدينا بالبيان الكامل. ولكن الواضح بالبيان انه في اكثر من انتحاري جربوا يفجروا حالهم والقصه مثل ما قلنا من الصباح بمخيمين. ويبدو تصدر البيان انه العمليه الاهليه انتهت او شرفت على الانتهاء. دكتور مهنا نحن بنشكر حضورك معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك. مرسي لكم والله يوفق الجميع والجيش اللبناني ويخليهم بهالهمه. بالتوفيق للجميع. شكرا لك مره ثانيه. فاصل اخير بحلقتنا متابعين بعد الفاصل خليكم معنا.